بصوا بقى، النهارده انا بادئ الحلقه بحاجات حلوه قوي عن محمد صلاح، وازاي هو نموذج مشرف، وازاي هو نموذج ملهم، وازاي ان احنا نفسنا كلنا نبقى زي محمد صلاح، وازاي ان الشباب المصري يبقوا زي محمد صلاح. فكره مش يبقى لاعب كوره زي محمد، مش لازم تبقى لاعب كوره زي محمد صلاح، بس تبقى انسان ناجح زي محمد صلاح. كلنا بنحاول نوصل للمرحله دي. من حظي النهارده وانا بتكلم عن محمد صلاح يكون الضيوف النهارده عاملين حاجه مشرفه جدا، نموذج مشرف جدا. انت بتتكلم في افضل مشروع رياضي عالمي، جايزه من الفيفا للمشروع ده. ايه هي الحكايه؟ ايه هي القصه؟ ده العنوان اللي انا قلته لكم، بس هنعرف القصه دلوقتي مع عمرو عادل ومرام القاضي، وحكايه كده مشرفه قوي. هنسمع تفاصيلها دلوقتي وننبسط مع بعض. عمرو مشرف ومنور. بدونك يا كريم طبعا. اخبارك ايه؟ شكرا جدا على الدخله، يعني المقدمه الرائعه دي. لا والله جداً. انا بتشرف جدا والله ان انتم موجودين معايا النهارده. مرام مشرفه ومنوره. ده نور حضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله خير؟ كله تمام. طيب. انا الاول عايز افهم والناس تفهم معايا، ايه هو المشروع؟ يعني ايه اصلا الجائزه دي؟ يعني ايه الحكايه ديت؟ هو ممكن احنا نفهم في الكوره اللي بتتلعب دي بنشوفها من جوه قوي، لكن الحاجات اللي من بره دي ممكن ما نفهمهاش قوي. وعايز اعرف برضو بالمناسبه يعني مين اللي بيشارككم في المشروع ده، عشان عارف ان انتوا كمجموعه، فنقول برضو اسماء الناس دي عشان نشاركهم معانا في الحوار وهم مش معانا، وتفهمنا ايه المشروع. تمام. اول حاجه احنا مين معانا؟ يعني انا ومعايا مرام وفي انجي الجميل وفي سيف عامر وفي احمد محمد كامل. العظيم. احنا التيم ده تكون في الدبلومه في جامعه القاهره. هايل. تخليني ابدا اول، اصلا الفكره جت منين؟ هايل. وبعد كده نخش في التفاصيل كلها. انت بص معاك الكلمه. تمام. ومش هقطعك كمان. تمام. بس مرام ممكن تقطعك براحتك. لا لا عادي كده مع بعضيك. لا احنا كده كده تيم واحد ومع بعض. فضل. مش مشكله. اتفضل. الفكره جت منين؟ الفكره جت ان انا في 2019 كنت متطوع في كاس الامم، كنت في اللجنه الاعلاميه في استاد القاهره، بدات اشوف قد ايه في مشاكل موجوده في الطريقه بتاعه الريكروتنج للفولنتيرز. يعني ازاي انا يعني بقدم اول مره على الويب سايت بتاع اللجنه المنظمه، باخد معايا صوره وسي في وباخد معايا الابلكيشن بملاه، بعد كده بعمل انترفيو بتقبل، بلاقي نفسي بروح تاني معايا صوره وابلكيشن وسي في عشان تبقى متطوع في البطوله. بالظبط كده. اه. فالبروسيس عماله بتتعاد لحد ما وصلت يوم البطوله، برضه طالبين مني نفس الاوراق، فحسينا ان هو في صعوبه في ان انا اصلا يعني ايه ازاي اوصل من ان انا عايز اقدم لان انا وصلت في الاخر. صح. بعد كده ان انا عايز ابقى متطوع، فعايزها تبقى بسهوله ويسر عشان اروح بسرعه اشتغل. بالظبط يعني. كده. هي. فلما احنا اتجمعنا في الدبلومه كتيم، احنا برضه يعني هرجع للبوينت دي تاني، بس احنا بنعمل تيم في الدبلومه عشان نشتغل مع بعض. هي. فكل واحد فينا بيقدم فكره من يعني من التيم بتاعي، بنقول بنشوف ايه اكتر حاجه عندها بوتنشال اكتر، وايه اكتر فكره يعني كويسه ان هي ممكن تنجح في الدبلومه يعني لما تطلع للماركت تبقى كويسه. هي. فانا عرضت الفكره دي من واقع ان انا كنت موجود في المجال ده، فيعني نالت اعجابهم شويه، فبدانا نبص على ايه اللي حصل في البطولات الفتره اللي فاتت. فاخذنا الاكزامبل بتاع كاس الامم تاني، كان في معلومه بتقول ان في 80,000 شخص فتحوا اللينك ده بتاع البطوله عشان يقدموا. هايل. في 5400 واحد بس اللي مالوا الابلكيشن. البطوله اصلا كانت محتاجه كام؟ حوالي 2400 من 3000. فاحنا حسينا ان هو في جاب ما بين ال 80,000 لل 5400. فليه الناس دي وقعت في ايه؟ ايه اللي خلاهم ما يكملوش؟ الخطوه اللي بعديها بدانا نعمل استطلاع راي، اتكلمنا مع حوالي 300 شخص ما بين متطوعين ما بين فانز ما بين لجنه منظمه، بدانا نشوف الناس دي ايه المشاكل اللي واجهوها. الفانز شافوا ان مثلا المتطوعين الى حد ما في ناس منهم مش بيكون عندهم خبره قوي في الاماكن، مش عارف مثلا لو انا سالته هو فين مدخل البوابه 2، مش عارف لو الحمامات فين، حاجات بيزك قوي مش معروفه. بدانا نشوف المتطوعين ايه المشاكل اللي واجهوها، قال لك مثلا ايه اللبس ممكن يجي غلط، يعني مشاكل كتيره داخليه، التقديم البروسيس صعبه، في ناس كتير اصلا ما كانتش عارفه ازاي تقدم ولا عارفه فين اللينكس ولا يعني ازاي ممكن اتطوع اصلا، كان نفسي بس ما لقيتش حاجه تقول كده. بصينا برضو للجان المنظمه، بدانا نشوف ايه المشاكل اللي موجوده عندهم، بقى في مشاكل برضه في ان هو مين اولى يكون موجود في المنطقه دي، في يعني كاوبريشن جوه الاستاد، مين اولى مين مكانه هنا صح، طب مين ما جاش النهارده، بقى في مشكله في ان حتى الناس تتراك مين اللي ما كان موجود. فخدنا كل المشاكل دي بدانا نحطها كده ونشوف ايه الحل اللي ممكن يعني نلاقيه بالمشاكل دي. فكان اسهل حاجه بالنسبه لي، انا مهندس كمبيوتر، فكان الحاجه اللي بالنسبه لي ان انا احاول يعني كان دايما عندي يعني حلم ان انا يعني امرج التكنولوجي اللي انا اتعلمتها بالرياضه بالفاشن اللي عندي. فبدات اشوف بقى مشاكل ازاي بقى المشكله اللي موجوده دي ابدا احطها في شكل حل التكنولوجي هي اللي بتحله. هايل.
فمن هنا بقى جاءت الفكره ومن هنا بقى نشتغل عليها. الفكره بقى عباره عن ايه؟ ايوه بمنتهى البساطه هي بلاتفورم، يعني مقسومه حاجتين، مقسومه ويب سايت ومقسومه ابلكيشن. جزء منها بيشتغل قبل البطوله اللي هو يعتبر يعني الويب سايت، ده بيكون زي يعني كوميونيكيشن ما بين اللجنه المنظمه والفولنتيرز عشان يقدروا اللي هو بقى الريكروتنج والسلكشن بروسيس وكل الاتصال بين اللجنه المنظمه والمتطوعين. بالظبط كده، ما قبل البطوله ان انا اقدر في الاخر اختار الكوادر اللي صالحه بالنسبه لي في البطوله. بعد كده بدانا نشوف طب ايه المشاكل الثانيه اللي موجوده اثناء البطوله، لقينا برضو في مشكله في الكوميونيكيشن بقى ما بين الناس والتاسكات فين والحاجات دي كلها والاوبريشنز بتاعته فين وكده. فبدانا نشوف ايه اكتر حاجه ممكن تكون معونه. طبعا مش هينفع يكون ويب سايت، محتاج موبيليتي، فالموبيليتي دي محتاجه موبايل. فعملنا فكره ان احنا نزود موبايل ابلكيشن. الابلكيشن ده بقى فيه كل بقى التفاصيل اللي بقى ايه اللي الناس اتكلمت عنها، ازاي تقدر تتحل بالطريقه دي. اخر حاجه في الحته دي بقى ما بعد البطوله، عندنا مشكله كبيره قوي، يعني دايما بنهايلايت الموضوع ده ان احنا بنعمل حاجه كويس قوي قوي ونيجي في الاخر مش بنعرف نقفلها كويس. بنسيب الموضوع ونمشي. صح، يجي لك فكره حلوه بالظبط كده وبتحاول تشتغلها كويس، بس في اخر جزء بالظبط كل حاجه يعني يجي مثلا يوم الكلوزنج بنعمل بنعمل كلوزنج رهيب وحفله جامده، الناس بقى في الخروج والناس كلها، بتلاقي كل حاجه باظت كل حاجه ومش عارف مين كان موجود ومين عمل ايه. وتبدا الحقوق تروح اخر يوم في المدرسه بالظبط كده، اللي هو فجاه كلنا بقت عشان المدرسه خلصت خلاص بقى، يعني هنروح الاجازه بالظبط كده. فبرضو عملنا حسابنا ان احنا نبدا يعني ايه زي كده ايه تقييمات في الاخر بتتعمل، احنا عملنا ايه في البطوله دي، احنا مشينا صح ولا غلط، احنا كنا على التراك اللي احنا عايزينه ولا في حاجه ضاعت مننا. بس فهي دي الفكره من حيث المر بالظبط كده. طيب هكمل معاك يا مروان، بس الاول انا عايز اعرف منك ايه هي فكره انه افضل مشروع دي. يعني انا برضو انا سامع الجمله افضل مشروع على مستوى المشروعات اللي اتقدمت للاتحاد، يعني اصلا ازاي الجائزه دي او ايه الجوائز اللي بتتاخد او يعني او الجائزه المعنويه او الجائزه الماديه الممسوكه، يعني ايه حابه اقول الاول هو ايه الدبلومه اصلا اللي احنا خدناها، لان في ناس كتير بتبعت تقول لي انتوا كسبتوا ايه، انتوا عملتوا ايه بالظبط، او يعني عاملين نقول لكم مبروك بالظبط، مبروك على ايه بالظبط، عرفونا بقى مبروك على ايه. فهو الدبلومه دي اساسا تبع جامعه القاهره كليه التجاره، عاملاها بالتعاون مع الفيفا والسي اي اس. السي اي اس اللي هو المركز الدولي للدراسات الرياضيه. تمام. في منها نفس الدبلومه دي في 16 دولة زي اسبانيا زي تشيلي الامارات، يعني 16 دولة دول كبيرة كلها بالزبط. في قارات مختلفة بالظبط كده. بناخد ايه في الدبلومة دي؟ بناخد مواد لها علاقة بإدارة المنشأة الرياضية. يعني هي اسمها دبلومة الإدارة الرياضية، فبناخد فيها ازاي السبورتس كوميونيكيشن او الكوميونيكيشن في خلال الرياضة، المانجمنت لإدارة المنشأة الرياضية، قوانين الرياضة كمان اللي ليك واللي عليك. بناخد برضو فيها محاسبة بتاعة أي منشأة أو الكلام ده. بناخد برضو الإيفنتس مانجمنت، وال في حاجة تانية ولا هو ده؟ متهيألي هم الستة، هم الستة الموديولز. ذاكروا دول بس. لا هم الستة. أنا تعبت لكم والله وأنت بتقولي كل ده. لا هم الستة موديولز دول. بعد كده في الآخر بنقسم نفسنا مجموعات. وكل مجموعة بتعمل مشروع التخرج بتاعها، وهي الفكرة اللي قالها عمرو كانت هي مشروع التخرج بتاعنا دي. فالفكرة اللي بتكسب يعني طبعا بتبقى زي مسابقة او كومبيتيشن ما بين الجروبس في كل برنامج. يعني في مصر وفي ال 16 دولة اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. فاللي بيكسب بقى من كل بلد بيكمبيت مع بعض في الاخر او بيتنافسوا دوليا مع بعض. ممتاز. فاحنا الحمد لله البروجكت بتاعنا كسب في مصر وتاهلنا ان احنا نخش المسابقه الدوليه. والحمد لله برضو الفيفا اختارت المشروع بتاعنا كمن ضمن افضل مشروع في ال 16 دوله اللي متقدمين. حاجات تبهر وتبسط. يعني منذ يعني البرنامج بدا في 2008 دي اول مره، يعني 13 سنه مصر. البرنامج ابتدى في مصر من 13 سنه. ودي اول مره مصر تكسب فيها، في يعني الفيفا تختار بروجكت مصري هو اللي يكسب. والله حاجه تبسط. انا مش ببالغ والله. عارف ليه؟ بقول لكم ليه بصراحه واسيبكم تكملوا كمان عشان عايز اعرف تفاصيل اكتر في الموضوع ده. بس ليه؟ وانتوا عايشين معانا الوضع يعني بتاع الرياضه وبتاع الكوره. دايما يقول لك ايه احنا كل حاجه حلوه عندنا، بس فكره الاداره بتاعه الرياضه او اداره كره القدم في مصر، احنا بنتكلم على الكره عشان هي الشعبيه الاولى، بس الرياضه بشكل عام والكره، عايزين ناس شاطره، عايزين ناس كرييتيف، عايزين ناس تفكر بره الصندوق، عايزين وجوه جديد. عارفين انتوا الجمل اللي بتتقال كل شويه من ديت. عايزين شباب بقى وعايزين شباب بس في الحقيقه بصراحه شديده، لا مش كل الناس، في ناس عظيمه وناس رائعه،
بس احيانا لما بنشوف ناس عندها خبرات ولا ناس عندها شباب يعرفوا يغيروا. فانت دلوقتي بتديني كيو او بتديني سكه او بتديني طريق، تعالى يا عم في ناس اهي بتشتغل وبتعمل مشروع بينافس مشاريع عالميه والفيفا نفسهم بيشهدوا ليهم ويقولوا لهم انتوا ناس عظيمه جدا. ايوه بالظبط صح الحمد طيب. لله كمل لي بقى يعني اللي جاي ايه، انت هتعملوا ايه؟ يعني انا عارف ان انتوا بكره هتسجلوا الفكره وانتوا ماشيين طرق حلوه على مستوى البلد، ازاي تقدروا اصلا تشتغلوا مع الانديه مع الاتحادات، تشتغلوا ازاي مع الكلام ده؟ يعني بص اول خطوه ان احنا فعلا زي ما قلت احنا يعني مشينا في اجراءات التسجيل وان شاء الله يعني نبدا في المشروع في اسرع وقت. كده كده يعني شغالين، احنا نبدا فيز 1 خالص بس ان احنا نيمبلمنت البلاتفورم اللي هو الويب سايت، الناس تبدا تعرف بقى تلاقي البطولات اللي موجوده تبدا تقدم عليها وتبدا يبقى الموضوع منتشر. برضو احنا هدفنا مش مجرد رياضه بس، لو ان شاء الله يعني الدنيا مشيت معانا كويس ممكن اكسباند بقى الكوربريت ايفنتس لايفنتس ثانيه، حاجات معارض الكتاب مثلا معارض الحاجات دي كلها. بالظبط نبدا ندخل الموضوع بالزبط. يعني ايه بلاتفورم للفولنتيرنج ان جنرال يعني. هايل. طيب عشانك الاستاذ عمرو محب كان دوره معاكم ايه؟ هو كان سبورتر اساسي يعني للبرنامج لان هو اللي ماسك السي اي اس، يعني ماسك البرنامج من الجزء بتاع السي اي اس. فصراحة كان يعني ما بخلش علينا بأي معلومة، حتى كنا بنكلمه ساعة التوزيع الكوشنير. هو صراحة كان دايما يعني في ظهرنا وكان لو بيجي دايما يتأكد ان الكواليتي في الدبلومة تمام وان كل حاجة موجودة، وبيحاول يعني يمنتين ان كل حاجة ماشية بطريقة كويسة، ان هو كده المشرف على الدبلومة من الفيفا في مصر. فيعني بص هو شخصية مهذبة، شخصية علميا رائعة وله شعبيه اصلا اكيد. الكوره طبعا مترجم لموسيماني وكان دايما موجود معانا في الكوره، فهو شخصيه له سمعه جيده وسمعه طيبه. أيوة جداً. دائما يا دكتور عمرو مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معانا. مشاكل جدا مشاكل جدا. لا اخبار حضرتك مبروك الشباب اللي عندك، الواحد فخور بيهم جدا بصراحه. عارف انا فعلا فخور. انا بص انا عايز اقول لك انا قاعد وانا مبسوط وفرحان، انه احنا كنت لسه بقول لهم قبل حضرتك تخش على طول انه احنا دايما نتكلم على الاداره الرياضيه في مصر والاداره ومش والناس الكرييتيف والناس اللي بتفكر بره الصندوق، فانا فرحان ان في نماذج زي ديت حقيقي مشرفه. فحضرتك هتقول لي اكتر وانت كنت المشرف على هذه الدبلومه، تقول لي ازاي الناس دي اشتغلت وازاي اصلا عملوا انجاز كبير. انا كنت وما زلت. هو بس طبعا اقصد ما زلت يعني طبعا مرام اتكلمت عن الـ عن الـ عن الدبلومه، بس ما قالتش ان هم يعني يعتبر دول الكريمه، دول افضل عناصر اتقدمت. لان زي ما بيحصل في المتطوعين اتقدم 80,000 وخدوا 5,000، برضه في الدبلومه دي فوق 700 واحد قدموا وخدنا 100 في الاخر. عدوا بثلاث انترفيوهات وخدنا الناس الاكثر جديا واللي هيفيد زمايله اكتر والمعني اكتر بدبلومه، لان في ناس بتقدم عشان تاخد شهاده الورقه بس عشان تشتغل بيها او تساعدها في حياتها، مش متخصصين قوي. والتخصصين مش معنى ان هو شغال في حاجه، معناه ان هو عنده خبرات سواء بالعمل او بالتطوع. صحيح. انا يمكن عمرو اعرفه من قبل الدبلومه، عمرو عادل انا كنت معاه في، هو كان متطوع في بطوله افريقيا كاس امم افريقيا 2019. صحيح. وانا كنت مدير اعلام في استاد القاهره. وكان شغال معايا وكان واضح من الاول هو مختلف. يعني هو دايما هو كلهم اذكياء طبعا، كلهم على مستوى عالي، بس هو عنده حته زياده كده كان واضحه من الاول. لاحظ. وبعد ما خلصنا عرفت ان هو قد في الدبلومه، حتى ما حبش يقول لي عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع السبورت. انا اتفاجئت بيهم الانترفيو، قلت له يا ابني ما قلتليش ليه طيب. فدخل هو نجح بمجهوده بشطارته، وكده هم اختاروا بعض في من خلال البرنامج، لان هو بيخش بيتعرفوا على بعض من خلال البروجرام، هم اختاروا بعض كاعضاء. واعتقد هم كان اختيار موفق لان كل واحد فيه عنده حاجه مش عند التاني. صحيح. واختاروا السبجكت، وانا برضو انبسطت جدا جدا من الموضوع ده، لان احنا انا عانيت معاهم برضو وقت البطوله في حته المتطوعين والمشكله، وكان في عشوائيه شويه في العمل. طبعا ما اعتقدش حاجه، في حاجات ايجابيه كتير جدا حصلت في افريقيا، بس طبعا حته المتطوعين دي كان فيها يعني فيها حته يعني كان فيها مشاكل شويه. والموضوع عجبني وعشان كده شجعته عليه، وفرحان جدا. هو فرحان جدا لان انا التيم ده انا يعني انا ممثل في الفيفا، معايا ناس من جامعه القاهره وطبعا معايا ناس كتير، بس اعتبر كابتن الفريق ده، انا اقدم واحد فيهم بقالي 14 سنه من وقت ما عمل البروجرام في مصر. صح. طيب دكتور عمرو كل سنه ان حد يكسب. دكتور عمرو كان بيكسب. دكتور عمرو عايزك انت بقى تقول لي بمنطق اللي حضرتك فاهم ودارس في القصه دي، وزي ما انت قلت كده بقالك 14 سنه، فانت شايف كل المشاريع اللي اتقدمت او الدبلومات اللي اتقدمت قبل كده، شايف اهميه المشروع ده ايه؟ يعني اهميه المشروع ده لبلدنا احنا ايه؟
هيفيدنا في ايه بعد كده؟ هو اول حاجه طبعا حكايه تنظيم الموضوع، لانك عندك ايفنتات كتير بتعملها، وكان فعلا الموضوع اللي زي ما قلت لحضرتك في الاول، الموضوع المتطوعين وتنظيم دخولهم، يعني في ناس كتير بيبقوا عايزين يخشوا ما بيعرفوش، يعني انا حتى عندي ناس قرايبي وشباب صغير قاعدين يخشوا في البطولات ومش عارفين يقدموا ازاي، السيستم وقع، دخلنا ابلكيشن ما حدش كلمنا، البلاتفورم والويب سايت اللي عاملينه ده والسيستم كله على بعضه هيساعد كتير ان الموضوع يبقى اكثر نظاما. ولو فعلا تم، انا مبسوط الاول ان عمرو سجله الاول صح. يعني خد اول خطوات جديه في تنفيذ المشروع هي. يعني لو في جهه تبنته وتم تطبيقه بالفعل هيساعد كتير جدا، الموضوع هيبقى اكثر تنظيما وهيحل لنا مشكله المتطوعين من قبلها في كل بطوله. صحيح. دكتور عمرو محب مشرف بدبلومة الفيفا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كان زمايلي في الأعداد طبعا يعني بيقولوا لي نسأل دكتور عمرو عن موسيماني والتجديد لموسيماني، وسعرف دكتور عمرو كان هيرد عليا يقول لي الموضوع ده مش معايا مع إدارة النادي كعادة النادي الأهلي، فلازم أقول برضو الكلمتين دول عشان اللي بيتفرج علينا هيقول لك هو ما سألوش ليه على موسيماني، ما جددش ليه السنة. أنا متأكد دكتور عمرو أصلا كمان شخصية ذكية ومهذبة جدا، أكيد صح. ما كانش هيرد على سؤال زي ده. طيب هرجع لك تاني يا عمرو. دكتور عمرو قال حاجه مهمه جدا، دكتور عمرو محب قال حاجه مهمه جدا، ان انتوا كتيم واضح جدا ان انتوا كل واحد بيعمل حاجه. قول لي بقى كل واحد بيعمل ايه، قول له انتوا ازاي عملتوا تيم يقدر يبقى فيه تناغم عشان توصلوا بالمشروع بالشكل ده. في الاول هو احنا فعلا التيم عندنا يعني مرام دكتوره في جامعه القاهره، دكتوره فاينانس هايل، ومعانا سيف شغال في ماركتينج في الامارات، ومعانا انجي ليجال كونسلتنت في كانت في نادي التعاون سعودي طبعا، ومصرية يعني مصرية بس يعني اظن في جنسيه ثانيه يعني. اوكي. وفي معانا كارم كان هو مسؤول حته اكتر، كان بيريسيرش والكوميونيكيشن بشكل عام، فاحنا كل وانا تكنولوجي وفي نفس الوقت يعني سبورت باك جراوند شويه في الفولنتيرنج والحته دي فاحنا كنا بنكمل بعض. احنا يعني هو في الدبلومه بيسيب لك الاريحيه انك تختار اللي انت عايزه، الناس كلها موجوده فاحنا يعني هو الموضوع جه صدفه جدا الصراحه، بس هو كان دايما بيقول لنا نصيحه، حاول تدور على الفرايتي عشان انت في الاول وفي الاخر انت بتقدم بيبر، البيبر دي بتكون بتشمل كل حاجه، بزنس موديل، ماركتنج بلان، بتعمل الليجال اسبيكت كله، بتاع ماركت ريسيرش، بتعمل كوميونيكيشن بلان، لو في تكنولوجي بتحط ايه الفيتشرز اللي تكون موجوده، بتحط ريسك مانجمنت، كل حاجه، انت مشروع كامل متكامل. احنا حتى كمان كنا مزودين يعني حاجات من واقع خبره الناس اللي عندنا، فكنا يعني كل حاجه يعني واخدين اكسترا مايل عشان يعني الصراحه الناس اللي كانت معانا في الدبلومه التيمز الثانيه كانوا من كتر هم كانوا ناس كويسين قوي، فاحنا كنا ده مشجعنا ان احنا لا احنا هنعمل احسن، احنا يعني وجودهم وان هم ناس جامده، وكان في ناس معانا كمان ما شاء الله يعني جامدين قوي في التكنولوجي، وفي ناس موجوده في حته الفولنتيرنج، فوجودهم كان حافز لينا ان احنا نعمل يعني نخش انت ديتيلز اكتر عشان نقدر نثبت نفسنا ان احنا نعمل حاجه. يعني كان في افكار برضو عن المتطوعين. كان في فكره ثانيه. الكومبيتنج بتاعنا البروجكت اللي كان كومبيتنج لينا على طول كان عن الفولنتيرنج برضو. طيب هروح برضو لسكه ثانيه، انه دلوقتي في افكار كتيره، في كذا فكره، كذا مشروع اتقدم في وقتها، يعني انتوا جات لكم منين فكره بقى ان احنا نشتغل على قصه المتطوعين؟ وايه الافكار الثانيه؟ يعني الافكار الثانيه بتبقى شبه ايه؟ يعني انتوا رحتوا لسكه بعيده شويه، انا ما اعرفش المشاريع بتبقى عامله ازاي، بس انا اعتقد الفكره دي ربما تكون طرحت لاول مره، ما اعرفش اول مره ولا طرحت قبل كده، بس ممكن تكون طرحت لاول مره، وانت قلت لي ان احنا خدنا من بطوله كاس الامم فكره ان احنا نطور في هذا الامر. بالظبط، احنا زي ما عمرو ما قال ان كان في اصلا مشكله، فعشان كده احنا حاولنا ازاي نفكر بره الصندوق او ازاي ان احنا نقدم حلول للمشكله دي. كان في بروجكتس ثانيه زمايلنا عاملينها، زي مثلا اللي هي كانت ال HR consultancy او اللي هو عاملين زي بلاتفورم كده، بيبقى عليه ان انت يعني الناس اللي هي حابه ان هي تشتغل في مجال الرياضه بيسجلوا على الابلكيشن ده، والريكروترز نفسهم يخشوا يختاروا من الابلكيشن ده. كان في افكار تانية كتير يعني دي كانت حاجه اشبه يعني كانه لينكد ان بس او سوشيال ميديا، يعني سوشيال ميديا بلاتفورم بس للرياضيين، في ناس برضه بتتجه لحته الاكاديميز الرياضيه، وفي ناس كتير يعني بتروح لحته السكاوتنج جراس روتس، في طبعا الناس كتير قوي بتروح لحته الومن سبورتس، في بقى الترند الكبير قوي طبعا الاي سبورتس دلوقتي يعني واخد طريق يعني جامد قوي الجيمز بالظبط كده، بس ده تنفيذه صعب يعني الموضوع يعني صعب قوي ان انا انفذ جيم تكنيكال يعني صعب قوي الصراحه.
انا ما انا ده ما يعني انا تاجر مهندس كمبيوتر طبعا مش انا اللي هفتي في الموضوع بس هو كده انا فاهم انه صعب بس هو مش مستحيل يعني ينفع اكيد اكيد لو حد خد ستيب هينفع. طيب هسالك تاني يا عمرو في حاجه مهمه جدا البيزنس موديل بقى بتاع الموضوع ده هو انتوا هدفكم ايه من المشروع ده يعني المشروع ده معلش واستحمل جهل عشان مش فاهم قوي اللي بيحصل دلوقتي بحاول افهم مع الناس هو مشروع بيتعمل عشان يباع مثلا لاتحادات وايفنتات انتوا اللي هتيجوا تشتغلوا انتوا اللي هتيجوا تشرفوا طيب انت بتدي فكره وتمشي يعني بتمشي يعني اداره الموضوع ده ازاي لا هو يعني مش هندي الفكره ونمشي لا هو احنا اللي هنكون بندير الموضوع هايل انا مثلا الاكزامبل كالتالي مثلا لو في كاس الامم ده هيتعمل تاني مثلا كمان البطوله الجايه في مصر فاللجنه المنظمه تجي لي تقول لي انا عايزك انت اللي تدير بقى كل البروسيس وتوفر لي التكنولوجي الديورنج البطوله بس الاتحاد موجود عادي واللجنه المنظمه موجوده انا بس يعني اكني ايه يعني همزه وصل ما بينهم ان انا ما بين الفولنتيرز وما بين اللجنه سيبني انا قصه المتطوعين دي حلو شفت انا لخصت لك انت هتقول له كده سيبني انا قصه المتطوعين دي انا بدل انت عندك لا انت لجنه منظمه وانا المتطوعين دي بتاعتي انا بقى انا هخلي الناس تقدم وهظبط لك كل حاجه وهديك في الاخر بقى لسته فيها كل اللي انت محتاجه كل المعلومات والصور والسي فيهات وكل انت بس كل اللي تعمله تخش الانترفيو تختار الناس دي مين الكواليفايد بالنسبه لك مين اللي انت محتاجه بس هو وكل البروسيس انا كده هكون في ظهره معاه في كل ستيب والابلكيشن والويب سايت والكلام كله موجود لا هو موجودين دلوقتي في هذه اللحظه ولا لا لسه شغالين عليهم كل ده في برزنتيشنز وحاجات مكتوبه احنا عاملين موكابس جاهزه فيها كل حاجه يو اي ديزاين وكل حاجه يعني موجوده يعني تطلع بس النور يعني ان شاء الله يعني طيب معانا برضو معانا على زوم واحد من شركائكم في هذا الامر احمد كارم اهلا بيك مشرف ومنور وسعداء بيك وفخورين بيك ايضا وفخورين بزمايلك اهلا بيك يا كريم ازيك يا عمرو ازيك يا مروان مشرف ومنور يا احمد طب احمد انا كنت لسه بسال عمرو ومرام على فكره دور كل واحد فيهم في هذا البروجكت او المشروع انت بقى دورك ايه في المشروع ده هم زي ما هم قالوا يعني عمرو كان بدا وقال ان هو الفكره جت من عنده احنا الاهم ما ميزنا في المشروع ده وحتى يعني حتى زملائنا كانوا قالوا لنا الكلام ده وبعد ما كسبنا اتقال لنا الكلام ده ان احنا من البدايه كنا حريصين جدا ان احنا نخلي في دايفرستي في الجروب احنا خمسه كل واحد فينا شاطر في حتته يعني احنا تقريبا مغطيين كل المواضيع اللي ممكن بروجكت يحتاجها يعني عمرو هو التك اكسبرت مهندس كمبيوتر مرام فاينانس هي اللي كانت مسؤوله على الفاينانس انا كنت مسؤول عن جزء الكوميونيكيشن بحكم دراستي كان عندنا سيف مسؤول عن الماركتنج بحكم دراسته وشغله وانجي كانت هي مسؤوله عن الحته الليجل والتصاريح وكده بحكم برضه دراستها وشغلها فاحنا كل واحد هو كان شاطر في حتته فاحنا عملنا عشان كده البروجكت كان كله في زي كده يونيتي يعني كل واحد عمل حته بتاعته وحرصنا ان احنا نخلي كله زي ما بيقولوا كده ميه واحده يعني فكل واحد فينا عمل الشغل اللي عليه وده كان يعني سبب ان احنا كنا كسبنا واتقالتنا بعد كده يعني ان احنا انتوا كنتوا تيم باين ان انتوا تيم فده رجح كفتنا يعني عارف انا سالتك السؤال ده وسالته لعمرو ومرام فكره التيم عجباني الفكره دي قوي انه مش واحد شغال لوحده هو تيم وتيم كل واحد بيعمل حاجه معينه شبهه شغله مش تيم وخلاص يعني احنا مش مجموعه صحاب فعاملين تيم حلو لا تيم كل واحد بيعمل في حاجه مهمه بالظبط يعني احنا حتى ما كنا كل واحد بيعمل اصلا احنا اتعرفنا على بعض اتفضل يعني وكل واحد عمل الحته بتاعته بحب لان هو كل واحد مهتم بالرياضه مهتم بالحته بتاعته فعملها بضمير يعني بحب فبان في البيبر وبان حتى في البرزنتيشن وبان في البرزنتيشن اللي عملناها قدام المحاضرين في اخر الدبلومه يعني البيبر اللي احنا عملناها وكان باين فيها ده سافرت بره وخدت وراحت الانترناشونال كومبيتيشن كسبت مركز اول بسبب ده يعني البيبر كانت متعوب عليها وده بان يعني طيب احمد لما جالكوا انت صاحب الفكره عمرو صح مظبوط لما عمرو جالكوا بالفكره وقال لكم هنشتغل على فكره المتطوعين
اكيد اتناقشتوا، ما عندنا فكره احسن، ما مش عارف نعمل مش عارف ايه، طب ما نعمل دي احسن، أكيد. القصه دي مش هتمشينا طريق طويل، ممكن ما ننجحش فيها. احكي لي انا بحب الكواليس دي عشان نوصل في الاخر ان احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل على القصه دي. قولي الافكار حتى اللي كانت مطروحه ايه مثلا من حيث العناوين يعني. احنا يعني حتى لسه كنا من قريب بنفتكر بقى اول ميتنج عرضنا فيه الافكار على بعض. كان بقى يعني هو كل واحد حاطط مثلا 3-4 افكار. وطب يا جماعه طب ليه، طب انا كل واحد مثلا خلاص واستقرينا على فكره من كل واحد، طب هنشتغل اني كل واحد يقول طب فكرتي كذا، طب انا فكرتي كذا، طب كل واحد كل واحد بيحب فكرته اكنها ابنه او بنته. يعني انا أدام انا اللي فكرت فيها فانا قلت ان الفكره دي اكيد هتنجح طبيعي. بالظبط. بس احنا كنا برضه محظوظين ان محدش فينا كان اللي هو دماغه ناشفه قوي. امر بقى علينا الفكره كده بشكل حلو. صح. يعني واحنا اشترينا الصراحه. يعني قدر لان هو كان عنده اكسبيرينس في الحته دي، عنده مشكله شافها فيرست هاند. يعني هو اول يعني مش حد قال له ان في مشكله، لا هو شاف المشكله. فاحنا خلاص هو عرض علينا الفكره وناقشنا فيها. وقعدنا نروح ونيجي الاول، وبعد كده استقرينا على فكرتين، هي دي وفكره تانية، وفضلنا ماشيين في الاثنين شويه لحد ما دي هي اللي نورت. يعني هي دي اللي خلاص قلنا هي دي اللي هنكمل فيها. هايل. ويعني كويس ان احنا كملنا فيها الحمد لله. يعني صح صح. احمد كارم انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، شكرا جدا على المداخله معانا في هذه الفقره. طيب عايز اكمل معاك يا مروه. دلوقتي وصلنا للفكره دي، بعد ما وصلنا للفكره دي وانتوا طبعا بتعملوا ريسيرش وبتشوفوا الدنيا بره عامله ازاي والناس اشتغلت ازاي، اكيد وانتوا بتشتغلوا الفكره دي سرشتوا بالهبل يعني، هتبصوا في كل حاجه عشان نوصل للقصه دي. لما انتوا وصلتوا للقصه دي، هل في نموذج شبه ده؟ يعني في نموذج شبه ده في اوروبا في العالم؟ كان في بس مش كامل يعني. أيوة. مش في الديتيلز اللي احنا واخدينها يعني. يعني في مثلا زي بتبقى ويب سايت عليه اللينكس بتاعت الفولنتيرنج اوبورتيونيتيز اللي موجوده، وانت بتخش على الفولنتيرنج اوبورتيونيتي اللي انت تختارها من اللينك. أيوة. لكن احنا مش عاملين كده، احنا عاملين بلاتفورم بقى. يعني ابلكيشن وويب سايت، وفي ان هو زي ما عمرو ما قال انت توصل لكل الديتيلز اللي بتواجه الفولنتير نفسه جوه الملعب او في جوه الايفنت اللي موجود. بص خليني حتى اوضح البوينت دي اكتر. احنا قعدنا من الناس اللي كلمناهم، قعدنا مع حد كان متطوع في كاس العالم في روسيا 2018. هيش. وصلنا معاه وشفنا فين اخر التكنولوجي اللي كانت واصله. انا كعمر قدمت في كاس العرب وقدمت في الفيفا، كده كده ليها بلاتفورم للفولنتير. صح. فقدمت عليها، شفت ايه اللي هو بيقدمه لي، البروسيس اللي انا بوصل لها بالظبط كده. واستفدت منها اكيد طبعا يعني. وشفت الويفا برضه في بروسيس كتيره تمشي فيها، شفت كل الحاجات دي. وبدانا نشوف بقى طب هم وقفوا لحد هنا ليه ما كملوش، طب ما احنا نكمل. في حاجات في اوروبا يعني زي ما مرام قالت برضه، هم بيقف بس عند حته ان هو يعني بيقول لك ان البطوله دي موجوده، مثلا الاولمبيكس موجوده. خش انت بقى على الويب سايت بتاعهم وقدم انت عايش حياتك بس كده. في برضه يعني احنا برضه شفنا الموضوع ريجنال شويه، شفنا الخليج واصل لفين، في كام دوله موجوده برضه هم مقدمين يعني حاجه شبه كده شويه، بس برضه مش واصلين لنفس الليفل اللي احنا وصلنا له. احنا خدنا اللي هم وقفوا عنده وبنينا عليه، شفنا ايه اللي ناقص وحاولنا نزود فيه. فاحنا يعني الاكسبانشن بتاعنا ممكن يوصل للخليج عادي، ممكن يوصل لافريقيا. يعني عندنا طموح ان احنا نروح حته بعيده يعني. هقول لك على حته تكنيكال كده، عشان برضو انا عندي خلفيات ديجيتال يعني. فانا بقلق من ايه، ان انت دلوقتي بتسهل للناس المهمه، صح كده؟ في دلوقتي ايفنت ده مثلا كاس العالم ان شاء الله يبقى في مصر ان شاء الله، بس طبعا فاهم ده تبع الفيفا يعني. أيوة. التفاصيل دي بس كاس العالم، وانتوا اللي هتديروا قصه المتطوعين ديت. فانا بقلق من ايه، وانت بتسهل القصص دي كلها، اجي بقى اخش على الويب سايت الاقي الويب سايت وقع، الاقي السيرفرات سيئه، انا مش عارف اخش اعمل. فالتفاصيل دي كلها اكيد انت عامل حسابك فيها بما انك انت اصلا مهندس كمبيوتر. بالظبط. لا موضوع ان هو يقع والسيستم دي كلها يعني حاجات سيرفرات عارف انت الجمله دي بتاعت السيستم وقع دي. أيوة. الحمد لله احنا بقى لنا يعني كام سنه في مصر، الحمد لله الكلمه دي ما بنش نسمعها. الحمد لله. بس يعني السيستم وقع دي كنا ياما عشنا عليها يعني. كده كده ما هو دي حلها بقى دلوقتي في كلاودز وفي سيرفرات وموضوع في تفاصيل يعني تكنيكال يعني مش هتواجهنا. لا 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 الحاجات دي خلاص يعني شبه انتهت يعني خلاص. ليها حلول سهله جدا، مجرد فلوس بتدفع
بتهندل كل الكلام ده. طب اسالك سؤال، السؤال انتوا اتنين هختم بيه عشان برضو احيانا الناس ما بتبقاش واخده بالها من الحدوته دي، هو ايه فكره يعني ايه اللي انا هكسبه لما ببقى متطوع في بطوله؟ يعني في ناس تبقى فاهمه فبتخش تحاول تتطوع وتحاول تخش تسجل عشان تبقى متطوعين، بيبقوا فاهمين عايزين يشتغلوا في او يشاركوا في الايفنت ده، بس الناس تقول لك لا انا اروح اتطوع ليه، انا يجيبوني هم وانا عايز اكسب فلوس كتير وانا عايز مش عارف اشتغل، هو ده شغل ولا مش شغل ولا ما بيبقاش فاهمين فكره يعني ايه تطوع في بطولات او في ايفنتات كبيره. هو اي تطوع عامه بيأد فاليو ليك، يعني اي حاجه هتعملها هتضيف عليك، هتضيف لك في الاخر. ايوه هو ده اللي انا عايز اسمعه بالظبط. يعني يعني انا ساعات برضو يعني كنت بتطوع في حاجات غير الرياضه، يعني انا دخلت حتى في تطوع بتاعه مؤتمرات بتاعه رئاسه الجمهوريه والحاجات دي، كنت بخش في القصه دي، فالحاجات دي طبعا بتأد ليك، يعني اي حاجه هتخش فيها هتضيف لك، هتقابل ناس جديده، هتوسع لك النتورك، معارفك، هتتعلم حاجه جديده طبعا. يعني انا حتى كان في ايفنت من الايفنتات دي انا كنت بفولنتير في الميديا، وانا اساسا ماليش علاقه بالميديا، بس ده خلاني اخش واشوف الميديا شكلها ايه من جوه واعمل ايه. نفس السؤال نفس الشيء يعتبر برضه، بس هو يعني هو لولا ان انا بدات اول مره اتطوع ما كنت هنا، يعني ما كنتش جيت اصلا ولا كنت قدمت في الدبلومه ولا اخذت كل الطي ده. صح، استفدت حاجات كتير قوي، كونكشنز كتيره جدا بتديك اكسبيرينس، فانت برضه حتى بتبراكتس اللغه بتاعتك، انت بتلاقي يعني في اي بطوله في ناس من كل العالم بتيجي، كل اللغات موجوده، فانت بتقدر تبراكتس اللغه بتاعتك كويس. قصه ان انت بتواجهك مشاكل، فانت بتخش في حته ان انت بتحل المشاكل دي، برضو اكيد دي بتاد فاليو ليك كويس قوي. فيعني مهمه هي صراحه، ما فيش حاجه هي مهمه يعني، هي يعني اصل في ناس عندها الثقافه دي وفهمها كويس، وفي ناس تانية ما تبقاش عارفه اهميتها، عشان كده حابب ممكن كنت ابدا بيها كمان، بس حابب اختم بيها عشان الناس تفهم ان هو انتوا تعبانين وعاملين المشروع ده ليه وفكرته في ايه وكل الكلام ده كله. ممكن حد يقول لك مش يعني انا خدت انا هكسب ايه يعني. لا هي كمان بتدي ان انا يعني ما هو انا لو انا نفسي مثلا اشتغل في رياضه او حاجه زي كده، ما هو دي اول طريق ان انا ابدا اشوف الكواليس. ما هو الفولنتيرز دول يعتبروا هم العصب بتاع اي بطوله، هم اللي بيبقى شايلين يعني الناس الكبيره طبعا، هي التوب مانجمنت هي اللي بتدير كل ده طبعا، بس يعني في الاول المنفذين بالظبط على ارض الملعب، انت بقى انت اللي بتعمل حاجه بايدك، فتبقى شايف المشكله فين وبتبقى عارف ازاي بتحلها. فيعني عشان تاخد منصب اعلى من ده لازم تكون بادئ من تحت. عمرو عادل شرفتني ونورتني حقيقي، استمتعت جدا بتواجدك. احنا بس اخر حاجه يعني عايزين نشكر اكيد يعني كل الناس اللي في ناس كتير قوي على الدبلومه نفسها، يعني من اول العميد قوي ساعدتنا يعني في ناس كتير قوي ساعدتنا دكتور جمال ومحمد قطب وكل المحاضرين اللي كانوا موجودين، يعني مع حفظ الالقاب نصر عزام وطه ضيائي وضياء صلاح ونور الزيني وطارق الشاذلي، مش عايز اكون نسيت حد، بس في ناس كتير قوي قوي ساعدتنا. وكل الشكر اللي نسيناهم كمان، وكل الشكر اللي نسيناهم. يعني اخر حاجه احب اقولها برضه، يعني من غيرهم احنا ما كناش وصلنا هنا يعني. بالظبط، وطبعا دكتور عمرو يعني مش محتاج اتكلم عليه، يعني الموضوع سابق. واخر كومنت موجود بجد هو كان يعني احنا تعبنا في البيبر دي وتعبنا في المجهود ده، وحتى الكومنت بتاعت الفيفا كانت كاتبه ان هو انتوا يعني في كواليتي موجوده حتى في الديزاينز. وبرضه حابب اشكر الشخص اللي كان يعني الجندي المجهول معانا، احنا التيم بتاعنا خمسه بس كان في جندي مجهول معانا، كان في يعني صديقه ليا باشمهندسه مروان حسين، هي اللي ساعدتنا ان احنا نطلع كل المجهود ده في شكل ديزاينز حلوه، لدرجه ان الفيفا يعني عملوا كومنت ان هو الكواليتي اللي موجوده في الديزاينز دي يعني حاجه يعني حلوه جدا. شكرا ليك. شكرا يعني شكرا لكل الناس دي، وفي ناس كتير قوي يعني ساعدتنا طبعا، يستاهلوا الشكر طبعا، ويعني ان شاء الله اللي جاي احسن. ويعني محتاجين احنا الشباب موجوده ومحتاجين فرصه بس، وان شاء الله موجوده ان شاء الله تكون موجودة. ان شاء الله موجوده. عمرو شرفت ونورت، شكرا يعني. سعدت جدا بتواجدك. وانا اكتر كده. مرام شرفتي ونورت، ميرسي جدا. سعدت جدا بتواجدك معايا النهارده، دايما مشرفينا ودايما رافعين راسنا. شكرا. وشكرنا الناس اللي شغالين معاكم والشباب اللي شاركوكم في هذه المهمه، كان نفسي كلهم يبقوا موجودين النهارده والله. شكرا جدا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذه النماذج المشرفه جدا. اليوم الحلو ده اليوم بيبدا بحلو ودايما بيفضل حلو معايا، دايما بيبدا معايا اليوم حلو بحاجات مشرفه وحاجات نفتخر بيها، بيكمل معايا كده على طول، دايما كده في خير كده بيبدا في الحلقه، بيفضل مكمل معانا. بعد الفاصل هستقبل ضيوفي الكرام الاعزاء الاصدقاء احمد الشامي الناقد الرياضي وهاني عبد الصبور الناقد الرياضي، نكمل كلام بقى في الكوره وفي الرياضه، خليكم معانا.